نحن الآن نواجه في سوريا كما تعرفون مجموعة من التحديات، بعضها ذو منشأ داخلي، بعض التحديات ذو منشأ داخلي سببه تراكم الأخطاء دون التطرق إلى العلاج، كما قلت لأسباب عديدة، منها الصراع العربي الإسرائيلي، ومنها مشاكل لبنان، ومنها مشاكل العراق، والقضية الفلسطينية وإلى آخره. وطبعا هناك شيء داخلي سوري سببه هو التكاثر السكاني الكبير كما قلت. يعني نحن، أنا أذكر عندما كنت في المدرسة الابتدائية كنا ندرس جغرافية الوطن العربي، وكثير منكم يعني يتذكر هذا الكلام. أنا أذكر تماما في الصف السادس الابتدائي، بالمناسبة أنا أديت الشهادة الابتدائية مش وثيقة التخرج، يعني عملنا شهادة، كان في شهادة أنا ذاك. فإجانا سؤال مقارنة بين تونس وسوريا، كان عدد سكان تونس وسوريا 4.5 مليون نسمة، 4.5 مليون نسمة. اليوم نحن 23 مليون جوا و23 مليون برا، تونس 11 مليون. يعني شوفوا هالمقارنة، very indicative. فنحن تكاثر سكان كتير، اقتصادنا محدود، ما عنا ثروات مثل الخليج، ما عنا مساحة كبيرة مثل السودان والجزائر والسعودية، ما عنا يعني ما عندنا غير رأسمالين مهمين الحقيقة بسوريا. الإنسان السوري ثروة، والشيء الثاني المهم جدا هو مكاننا الجيوبوليتيكي في العالم، مكاننا مش السياسي، السياسي الجغرافي، بمعنى أنه مكاننا يتحكم بالجغرافيا وبالسياسة لمن يشاء ولمن لا يشاء. ولذلك هذا سر من أسرار نجاحنا في الصمود في هذه الأزمة الكبيرة. لا الإجرام التركي استطاع أن يؤثر علينا، ولا التآمر الفرنسي البريطاني استطاع يؤثر علينا، ولا المؤامرات العربية الخليجية استطاعت تأثر علينا، ولا في شيء في الدنيا يستطيع أن يؤثر على سوريا. فنحن هالرأسمالين هدول المهمين، الإنسان السوري ووضعنا الجيوبوليتيكي اللي قلت عليهم، هم مفتاحين مهمين لفهم كيف صمدت سوريا كل هذه الفترة في ظل عقوبات اقتصادية وحصار ومقاطعة ووقف بث التلفزيون. لم يجدوا طريقة لإيلامنا وإزعاجنا إلا وطبقوا، ومع ذلك فشلوا، وعادوا الآن هم يبحثون عن حلول لسوء حساباتهم، وليس لأنهم غيروا موقفهم تجاهنا. اكتشفوا، الجميع اكتشف أن حساباته كانت خاطئة، وبالتالي الآن يعيدون النظر في حساباتهم، لأن حساباتهم لم توصلهم إلى ما كانوا يرومونه من تغيير الحكم في سوريا، أو تقويض البلد، أو تسليم البلد إلى التطرف والإرهاب. هذه الأمور المفتاحية الرئيسية فشلوا بها بالمطلق. هذا لا يعني أننا يجب أن نغفل جانب ضروري الاعتراف به، ألا وهو أننا نتوق جميعنا في الداخل والخارج إلى أن نرى سوريا في أحسن الأماكن وفي مصاف الدول المتقدمة. هذه حقيقة نريد أن نعمل من أجلها، بمعنى أننا مع الإصلاح، معنا نحن مع التغيير، نحن مع دفع الأمور في سوريا باتجاه الديمقراطية، باتجاه التعددية السياسية، باتجاه تعددية الأحزاب، باتجاه مزيد من النشاط في المجتمع المدني، باتجاه الحريات إلى آخره. كل هذه الأمور نحن معها تماماً، والحكومة معها، وكل إنسان وطني شريف حتى لو كان معارض يجب أن يكون مع هذه الأفكار. يعني بمعنى آخر، لا مانع أبداً من أن يكون في ذهن كل واحد مننا حيز من المعارضة. هذا مش غلط، لأنه من يعارض الفساد فهو سوري جيد. من يعارض المحسوبيات فهو سوري جيد.
من يعارض المحاباة فهو سوري جيد. نحن نريد أن نعيد بناء أنفسنا على قواعد سليمة، لكننا ضد الانتحار الجماعي وضد تدمير البلد وضد العنف وضد اللاديمقراطية وضد غياب الحوار. هذه أمور بمنتهى الأهمية. إذا كان في أخطاء سابقة ما كان فيها حوار، فنحن الآن كلنا مع فصة الحوار. إذا كان في أخطاء سابقة أنه ما في ديمقراطية حقيقية، والله كلنا اليوم مع الديمقراطية الحقيقية. تعددية سياسية، أحزاب سياسية، تنافس حر. طيب يعني إذا كانت الديمقراطية غير كل هذا الكلام، إذن ما هي الديمقراطية؟ نريد، البعض يريد تعديل الدستور، تعديل الدستور قادم سيكون نتيجة للحوار في مؤتمر جنيف. ما في شيء نهائي، ما في شيء نهائي. الدستور الحالي ليس قرآنا منزلا ولا إنجيلا منزلا. الدستور هو من صنع البشر، البشر وضعوا الدستور، البشر يعدلونه. إذا كان في مصلحة للبلد أن يتم تعديل الدستور فليعدل الدستور. لكن إذا كان المسألة هي أنه أنا بدي حسن الوضع في بلادي، طيب ما علاقة تحسين الوضع في بلادي بخطف مطارني وقتل شيوخ وتدمير مطارات وشبكات رادار ومدارس ومشافي ومعامل أدوية وفك المعامل وتهريبها إلى تركيا؟ طيب أين العمل الوطني في كل هذا الكلام؟ إلى ماذا نرنو؟ ماذا نريد من كل هذا التدمير؟ طبعا هناك الجانب الخفي اللي هو البترودولار اللي عم يمول الإرهاب والجماعات المتطرفة، وهذه القصص كلكم صرتوا بتعرفوها. من كان ينكر قبل سنتين أنه في عناصر أجنبية مرتزقة يقاتلون في سوريا، اليوم هو يعترف أنه قد أخطأ في حساباته وأنه بالفعل في مرتزقة ومقاتلين إسلاميين بسموا حالهم جهاديين وليس لهم علاقة بالجهاد لا من قريب ولا من بعيد. هدول كما أسميتهم أنا زعران الجهاد، ناس جهلة متخلفين وضحايا، هم بالأساس ضحايا لأنهم برين واشت وعم يجيبوهم من بلادهم بالدولار إلى الموت، إلى الموت. وإلا يعني الأوروبيون اكتشفوا فجأة أنه في 1000 أوروبي جهادي قال يقاتلون في سوريا. هذا الكلام أنا قلته وحكومتي قالته في بياناتها في بياناتنا من سنتين، وكانوا ينكرون لا 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 ما في شيء بسوريا، شو مقاتلين أجانب، ما في شيء، هذا كله كذب، دول شبيحة. اليوم لا لا، وزير الداخلية الفرنسي اليوم بيقول أنه في 1000 جهادي أوروبي من بيناتهم 200 فرنسي. وزير الداخلية الفرنسي، وزير الداخلية البلجيكي بيقول أنه في 400 بلجيكي في فرنسا. البريطانيون بيعترفوا بأنه في 190 بريطاني وإلى آخره. طبعا هناك 200 ألباني وإلى آخره، هم أكثر من 1000، هم أكثر من 1000 بكثير. لكن الرهان الغربي كان أساسا أنه هدول قاعدين بمجتمعاتنا، second generation, third generation, fourth generation، صاروا بلجيكيين وصاروا فرنسيين وصاروا إنجليز وصاروا إيطاليين إلى آخره، لا يستطيعون أن يسحبوا الجنسية منهم. كيف يمكن الخلاص من هالمجموعات هاي؟ بعتوهم لسوريا، بعتوهم لسوريا، منهم منخليهم يقتلوا السوريين ونستخدمهم سلاح ضغط على الحكومة، ومنهم ما بيرجعوا لعنا، نخلص منهم في سوريا. بدأت المشاكل لما كم مجنون منهم رجعوا فوقف بشارع لندن ومعه الساطور ودبح والتاني بباريس ركض ورا وخبطه وتركيا بتعرفوا شو عم يصير فيها وإلى آخره. فبدأ صحيوا إنه العمى، نحن عم نلعب مع الشيطان، نحن عم نلعب مع الشيطان، وهذا الشيطان ما بيلعب معه. فبدأوا يعيدوا حساباتهم ويقولوا إنه لا، نحن حساباتنا غلط كانت مع سوريا، مش هيك لازم نشتغل. مش معناتها أنه هني صاروا الآن فهمانين ومتعاطفين معنا، لا لا، عم يبحثوا عن مصالحهم، عم يقرأوا، يعيدوا قراءة مصالحهم بالطريقة اللي بتناسبهم. هذا بالنسبة للإرهاب. بالنسبة للوضع بشكل عام، نحن من البداية كحكومة قلنا أنه نعم في أشياء غلط في البلد،
والمطالب الشعبية المحقة يلي هي رفع حالة الطوارئ، الامرجنسي لو، تعديل الدستور، انتخابات حرة، السماح بإنشاء أحزاب سياسية جديدة إلى آخره. مسار هو هو everything in the life is a process. يعني أنت ما بتحط شيء وبتقول إنه هذا final. process، الحياة process، منبتدي بشيء ومنمشي step by step step by step، لكن ما في نهاية. يعني مش إنه والله حطينا دستور معناته هذا من هون لعام 6950 ما راح يتغير الدستور. لا لا، every time we need to change the دستور to amend the دستور من نعمله amendment. ما نحن بشر بالنهاية، والدستور هذا لخدمتنا مش نحن لخدمة الدستور. فكثير من الأشياء اعترفت فيها الدولة إنه في أغلاط، وبالتالي مطالب الناس كانت شرعية، ولذلك تم إلغاء حالة الطوارئ، تم تعديل الدستور، السماح بإنشاء أحزاب. نعم هناك من يعترض على أصل تشكيل الأحزاب بأنه هاي مسرحية ومفبركة من الحكم ومدري شو كذا. طيب كويس، نحن عم نقول الآن أنه الدستور القادم سيطرح على الاستفتاء، وحرية تشكيل الأحزاب السياسية ستكون مضمونة بموجب الدستور الجديد يلي راح توافق عليه المعارضة في مؤتمر جنيف. هذا إذا طبعا صار المؤتمر ونجحنا إن شاء الله في تبني Program of Action من قبل الجميع.